مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة وترامب المعركة لم تحسم بعد. التيار يتحرك على خطي التدقيق الجنائي والعقوبات الأمريكية على رئيسه. كورونا يرهق الصيدليات ودياب ينتظر التوصيات ليبني عليها. منظمة الأغذية تحذر وتدرج لبنان ضمن البلدان المهددة بالجوع الحاد. أزمة الطوابع إلى حل، فمتى يكون ووفق أي قاعدة؟ الثامنة إلا ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. الغباء السياسي ظاهرة معروفة حول العالم، لكنها متفشية بشكل كبير في لبنان، أو أقله هذا ما كشفته بعض المظاهر إثر إعلان فرض العقوبات على جبران باسيل أمس، وأبرزها الآتي: أولاً، مسارعة بعض الوجوه السياسية والإعلامية وبعض الناشطين على مواقع التواصل إلى الاستنتاج بأن العمر السياسي لباسيل انتهى، وأن احتمالات انتخابه رئيساً للجمهورية في المستقبل سقطت، وصولاً إلى القول أن الحالة الوطنية التي يمثلها اليوم ستؤول إلى الاضمحلال بعد الضربة القاضية التي تلقاها رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر عبر العقوبات على باسيل. وقد فات هؤلاء على الأرجح أن الأعمار السياسية بيد الشعب لا العقوبات الخارجية، وأن الشعب إنما يقول كلمته في صناديق الاقتراع بناء على قوانين انتخاب تحقق التمثيل الصحيح. كما فاتهم ربما أن رؤساء الجمهورية في لبنان لا ينتخبون إلا إذا ترشحوا أولا، وإذا تمتعوا بقوة تمثيلية أساسية في بيئتهم المباشرة ثانيا، وإذا نالوا الحد الأدنى من الدعم الوطني ثالثا، من دون أن ننسى طبعا المعادلات الإقليمية والدولية التي تتبدل بين يوم وآخر. أما اضمحلال الحالة العونية فنحيل الحالمين به إلى 13 من تشرين، والتحالف الرباعي وسائر محطات الاغتيال السياسي المستمرة منذ 3 عقود على الأقل. أما ثاني مظاهر الغباء السياسي فحفلات الشماتة التي حفلت بها مواقع التواصل من جانب بعض خصوم باسيل والتيار الوطني الحر، حيث بلغت سخافة بعض التعليقات دركا غير مسبوق، من دون أن يكلف كثيرون أنفسهم عناء موقف وطني بالتضامن مع مواطن يتعرض لاعتداء خارجي ولو معنوي، على عكس السياسة المنتهجة من التيار الذي طالما وقف مع الداخل في مواجهة الخارج، وهو ما تكرس أخيرا بالموقف الرسمي للتيار من العقوبات على علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. غير أن ثالث مظاهر الغباء السياسي يختصرها اتهام رئيس الجمهورية بأنه ولأسباب قربه السياسي والعائلي من باسيل طلب اليوم من وزير الخارجية والمغتربين شرب الوهبي إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه الاتهامات وفرض العقوبات، فيما الحقيقة أنه بعد إنزال العقوبات بحق خليل وفنيانوس أيضا طلب الرئيس العماد ميشيل عون من الوزير وهبي نفس ما طلبه اليوم بالنسبة إلى باسيل. في كل الأحوال تبقى الأنظار مشدودة نحو الكلمة التي يلقيها رئيس التيار ظهر الغد والتي تنقلها الOTV مباشرة على الهواء، علما أن الهيئة السياسية في التيار أسفت اليوم لقيام الإدارة الأمريكية على عتبة انتهاء الولاية الرئاسية باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرة. ودعت الهيئة السياسية الإدارة الأمريكية إلى العودة عن قرارها الظالم، وحضتها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها.
وهي بالتأكيد بما تملك من قدرات وتحكم بالنظام المصرفي العالمي، إضافة إلى أجهزة الاستخبارات التي لديها أو تلك التي تستعين بها، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق في حال توفرها، بدل الاكتفاء بإنشائيات وعموميات وكلام مستهلك اعتدنا سماعه من بعض أبواقها في لبنان. وبعيدا من الشأن اللبناني ومن دون إقرار الرئيس الحالي بالنتيجة أو صدورها رسميا، أعلنت غالبية وسائل الإعلام الأمريكية هزيمة دونالد ترامب وفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة بأكبر كم من الأصوات يحصل عليه رئيس منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، ليصبح أكبر رئيس عمرا ينتخب في تاريخ البلاد، حيث بلغ قبل أسبوعين 78 عاما، كما أنه الرئيس الكاثوليكي الثاني بعد جون كينيدي. هيدا البيت هو بيتك، إذا تكسر منرجع منعمره، منرجعه أقوى ومنبني من جديد. حيط حيط، إيد بإيد، مثل الوطن، مهم نبني سوا. تضل بيتنا هو بيتك. البداية من ملف الانتخابات الأمريكية. رسمياً جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، وهو أمر استدعى خروج ترامب عن صمته وإعلانه أن النتيجة لم تحسم بعد. وللوقوف على ما يجري في الولايات المتحدة ينضم إلينا الخبير في الشؤون الأمريكية من نيويورك ربيع بركات. مساء الخير أستاذ ربيع. هيدي النتيجة لم يعترف بها دونالد ترامب، هو له ساعات عم يحكي بتزوير، فإلى أين يتجه المشهد بالولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن المسألة حسمت بمعنى من المعاني، ولو أنه الرئيس الحالي اللي صار فينا يعني بعد شوي نقول أسبق أو سابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، أعلن أنه المعركة لم تحسم قضائيا على الأقل. كان ممكن توقع مسار مثل يلي حصل نتيجة مجموعة من العوامل يلي ساهمت بإضعاف موقع دونالد ترامب بعد ما كان من حوالي سنة يعني مرشح إلى حد كبير أنه يكون أنه يجدد ولايته، أنه يتمكن من تجديد ولايته. نحن ما بدنا ننسى أنه هذه المرة الأولى من عهد بوش الأب يلي ما بيتمكن رئيس أمريكي من أنه يرجع يجدد ولايته. من العوامل اللي يعني كلنا بنعرفها ثرنا اللي ساهمت بعدم نجاح ترامب بهذه الانتخابات، العامل الأساسي والعامل الاقتصادي اللي تأثر بالجائحة والسياسة الداخلية اللي اعتمدتها الإدارة الأمريكية أو يعني إدارة ترامب حيال التعاطي مع هذه الجائحة. بالمستقبل رح بيكون في المستقبل القريب يعني حيكون في صراع قانوني بعد على نتائج الانتخابات. كان حتى في بعض المدن الأمريكية مثل ما كمان كان ظاهر في تحسب لإمكانية يعني وقوع احتجاجات بأكثر من مكان. طبعا كله بالنهاية يعني حتى بس ما نبالغ كثير، كله بالآخر حيكون يعني في إمكانية لضبطه بالأطر القانونية والقضائية. نحن بظن خلص صرنا على عتبة ولاية جديدة مختلفة بسياستها حيال قضايا. قبل ما نوصل لهذه الولاية الجديدة، المرحلة الانتقالية برأيك بكل بساطة سيسلم ترامب، سيترك البيت الأبيض، ولا ممكن نشهد على اشتباكات، ممكن نشهد على تطور واضطراب في الداخل الأمريكي؟ لا، ما حيسلم ببساطة، بس كمان ما بعتقد أنه الأمور رح تروح بهذا الاتجاه. كمان لحتى ما نكون كتير عم نبالغ، يعني في أزمة، في أزمة، ولكن بظن بالآخر المسار اللي حتاخده هو مسار قانوني وقضائي بالدرجة الأساس. باستثناء ذلك أو بخلاف ذلك يعني ولو كان في بعض
المناوشات بالأروقة القضائية وبالإعلام، ولو كان في ولو حصلت يجوز تحصل يعني بعض الاضطرابات، ولكن كله حيكون مضبوط بالآخر، لأنه في أطر مرعية الإجراء وفي ضوابط بالنهاية قادرة تحكم مسار من هذا النوع. بالنسبة للمرحلة المقبلة مع جو بايدن، شو انعكاسها على لبنان؟ شو انعكاسها على دول المنطقة إذا كان هناك من انعكاس مباشر؟ والبعض اليوم كنت عم بقرأ شوية تقارير عم يحكوا أنه بالمرحلة الانتقالية اللي هي 4 5 أشهر أو 3 أشهر رح تكون فترة صعبة على لبنان تحديدا، لأنه إسرائيل قد تستفيد من هذه المهلة وتعمل عمل غير مسبوق. إلى أي مدى هذه القراءة موضوعية ودقيقة؟ يعني بالنسبة للسياسة الخارجية أو التعاطي الإسرائيلي مع مرحلة انتقالية من هذا النوع، كمان من الصعب يعني الجزم بهاي أو الأخذ بهذه القراءة. طبعا ما في شيء مستبعد، ولكن ما في مؤشرات على ما أعتقد توحي ب يعني إمكانية يعني انطلاق بمغامرة بين مزدوجين عسكري، لأنه هذه محكومة بعوامل كمان أخرى، يعني مش بس بالعامل الأمريكي أو المتعلق بقرب بانتقال السلطة من إدارة لإدارة، من إدارة كانت متحمسة ل يعني رفع سقف العقوبات على دول بعينها بالمنطقة وعلى شخصيات بعينها، وإدارة أخرى يعني ينتظر أن تقارب مسائل بالعالم مش بس بالشرق الأوسط بطريقة مختلفة. بعض الشيء بالعالم عم نحكي عن بأمريكا، أول شيء عم نحكي عن الاقتصاد والسياسة الصحية ربطا بجائحة كورونا، التغير المناخي طبعا هذا كمان بيرتبط بسياسات خارجية لأمريكا أدت إلى انسحابها مثلا من اتفاقية باريس سنة 2017، هذا مما يخص التغير المناخي. بال 2019 أو مؤخرا يعني 2020 بالأحرى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إلى ما هنالك. بالنسبة للشرق الأوسط ينتظر وللبنان تحديدا لو سمحت، الشرق الأوسط ولبنان لأنه كمان في ارتباط، في يعني تطل في احتمالات إعادة فتح مسار تفاوضي مع إيران بظل إدارة ديمقراطيين طبعا أعلى من مما كانت عليه بظل ترامب، لأنه أصلا ترامب هو اللي خرج من الاتفاق النووي. ولكن طبيعة هذا المسار وتحولات وتطوره وفق أي شروط طبعا هذه رح نشوفها بالمرحلة المقبلة لأنه مرتبط بموازين قوى. بالنسبة للبنان، ويمكن سؤالك مرتبط بالقرار الأخير حول العقوبات، حول العقوبات نحن ما بدنا ننسى شغله كمان، انه بالنهايه الرئيس ما منه معزول عن الضغوط اللي بتيجي من داخل الاستابليشمنت الامريكي. جو بايدن هو اكبر رئيس للجمهوريه بتاريخ الولايات المتحده، 78 سنه، ثاني اكبر رئيس كان ترامب يعني بالمناسبه. امكانيه انه يكون يعني التعويل على جو بايدن وحده او على خيار اصلا خياراته السياسيه وبرنامجه الانتخابي ما كثير مشجع قد ما واحد ممكن يتخيل، ولكن برغم هذا الشيء ينتظر انه تحصل تحولات بالسياسه الخارجيه الامريكيه بخصوص قضايا المنطقه وتنعكس على لبنان. هلا باي سرعه هتحصل هذه التحولات والى اي مدى هتروح هذه التحولات، هذه مثل ما كنت عم بقول مرتبطه بجمله عوامل بتتعلق بالمنطقه نفسها، وكمان بتتعلق باولويات الاداره الامريكيه بالمرحله المقبله. شكرا لك استاذ ربيع بركات الخبير في الشؤون الامريكيه، حدثتنا مباشره من نيويورك. ومع اعلان فوز بايدن اسئله كثيره تلوح في الافق الامريكي، ومنها يدور حول الفرضيات التي ترافق المرحله الانتقاليه. حذرت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن من أن الرئيس دونالد ترامب قد يساق بالقوة إلى خارج البيت الأبيض، وذلك ردا على تقارير أفادت بأن ترامب قد يرفض الإقرار بالهزيمة. وقال أندرو بيتس المتحدث باسم حملة بايدن في بيان له: كما قلنا سيقرر الشعب الأمريكي نتيجة هذه الانتخابات. وأضاف: حكومة الولايات المتحدة قادرة تماما على مرافقة من يعتدون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض. من جهة
جهتها ذكرت مجلة نيوزويك نقلا عن مصادر حكومية أنه في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستخرج ترامب من البيت الأبيض إذا رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية. وحسب المجلة فإن التعديل 20 للدستور الأمريكي ينص على أن ترامب أو أي رئيس آخر يفقد ولايته في 20 كانون الثاني ظهرا، وإذا حاول البقاء بعد ذلك فإن الحرس الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد عليه أن يطرده. ونقلت نيوزويك عن مسؤول سابق شارك في عملية انتقال السلطة بين الرئيس السابق باراك أوباما وترامب قوله سيرافقه أفراد الخدمة السرية إلى خارج البيت الأبيض وسيعاملونه كأي رجل عجوز يتجول في الممتلكات. وأشارت نيوزويك إلى أن هناك العديد من السيناريوهات الافتراضية لما قد يحصل في المستقبل، مضيفة أنه رغم أن ترامب طريقه ضيق للفوز في المجمع الانتخابي إلا أنه لم يقل أو يشير أبدا إلى أنه سيواصل احتلال البيت الأبيض بعد استنفاد الطعون القانونية. وأوضحت المجلة أن هذا ما يحدث عندما لا يقف الرئيس الحالي ويمرر العصا إلى خليفته، مشددة على أنه لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في كانون الثاني المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة. التيار الوطني الحر يتحرك على خطين، نعم للتدقيق الجنائي ولا للعقوبات الأمريكية، وفي السياق تحركات عفوية في الشارع ومطالبة بمكافحة الفساد. التفاصيل في تقرير للزميل جورج عبود. نحن كل يوم أقوى من يلي قبله، انطروا كلمتي بكرة. بهيدي الكلمات أثناء إلقاء التحية عليهم توجه رئيس حزب التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لمناصرين وصلوا إلى أمام منزله بمواكب سيارة عفوية للتعبير عن رفض العقوبات الأمريكية. هي عقوبات سياسية وجائرة بسبب خيارات وطنية بيعتبر التيار الوطني الحر أن تضحية جديدة عم بيقدموها لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره، وشدد على أنه رح يضل متمسك بمبادئه وحر بقراراته وسيد على أرضه وما بياخد التعليمات من حدا لا داخليا ولا خارجيا. على وقع المطالبة بإبراز أي أدلة ومستندات أو حتى معلومات بتبرر قرار الإدارة الأمريكية بفرض العقوبات. وقبل حملة التضامن مع باسيل نظم التيار الوطني الحر تحرك رمزي بالسيارات، حيث تم ركن أكثر من 250 سيارة داخل موقف على طريق بعبدة لتجديد إصرارهم على المضي قدما بالتحقيق الجنائي ورفضا لعرقلته. نحن أول شيء مواطنين مكلفين بالضريبة، لبنانيين. نحن بدنا نعرف ضريبتنا والمبالغ تبع الدولة اللبنانية لوين راحت. كلهم بيأكدوا أنه في هدر. نحن الموضوع تدقيق جنائي هو باب الإنقاذ الاقتصادي للبنان. صار في توقيع من وزارة المالية لشركة ألفاريز، وقعت العقد بدها تنفذه. نحن هون عم نشدد على تنفيذ العقد. تدقيق الجنائي هي معركة أساسية ومدخل لمعرفة الحقيقة الكاملة ملفات الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة، بأكد التيار الوطني الحر. أنت بتشوف مين عم بعرقل ومين عم بعارض، بتعرف أنه هودي خايفين من النتائج، بينما يلي بده التحقيق الجنائي اللي بيكشف كل شيء، مش نحن عم بقول عنا فاسدين وعنا عقوبات للفساد، عالك شوفونا بالتحقيق الجنائي ومشو معنا. فاللي ماشي فيه للتحقيق الجنائي ما خايف من نتائجه، يعني هذا البريء وهذا الشريف، بينما اللي عم بعرقل يعني في مسلة تحت باطه، يعني هذا خايف من النتيجة. من بعد التحركات أمام قصور العدل لمطالبة القضاء بالقيام بدوره بمجال مكافحة الفساد إلى التحرك من أجل التمسك بالتدقيق الجنائي، تحركات التيار الوطني الحر مستمرة مع دعوة المواطنين من أصحاب النية الصادقة لخوض هيدي المعركة جنبا إلى جنب، لأنه بتعني كل اللبنانيين ووجودهم ومستقبلهم. رئيس الجمهورية يطلب من وزير الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات بحق باسيل وإطلال مرتقبة لباسيل ظهر الأحد.
تماما كما فعل حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الخارجية شرب الوهبي نفس ما طلبه بالنسبة إلى رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل لجهات الاطلاع من السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن على الظروف التي دفعت الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على الوزيرين خليل وفنيانوس. وقد طلب الرئيس عون من وهبي إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت وسفارة اللبنانية في واشنطن للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق النائب باسيل، مشددا على تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتا إلى أنه سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات. إلى ذلك يطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة مباشرة يوم الأحد 28 الثاني في تمام الساعة 12 ظهرا للحديث في هذا الإطار. واضح أنه هذه العقوبات جاية بالسياسة، ولأنه في حال طلعت هذه العقوبات أنه قريب من حزب إرهابي ولا شيء ما رح تعرف صداها بلبنان، تم تغليفها بموضوع ماجنسكي ومكافحة الفساد. نحن هذا الموضوع اليوم فخامة الرئيس على بكرة طلع وقال كلف وزير الخارجية بالتواصل مع مشان تيجي يشوف هذه الملفات اللي حضرتكم عم تحكوا عنها، تفضلوا اعطونا اياها. نحن هذا الموضوع راغبين بالروحه فيه على الاخر بلبنان بامريكا، يلي بيقرا القرار تبع ماجنسكي بشوف قديش فيه سياسه وقديش فيه حكي عن طبقه سياسيه كلها سوا. طب شو له دخل فيها الوزير بسيط؟ يعني شو هو مسؤول عن كل هالطبقه؟ اليوم نحن معروف انه نحن داعمين للتدقيق الجنائي، واجا ناس بفتره صاروا يلمحوا انه خي ليش التدقيق الجنائي على مصرف لبنان بس ومش على غير شيء. طلع وطن الحر طلع له بكلمه كان عم يوجهها على اللبنانيين، طلع قال نحن مع التدقيق الجنائي بمصرف لبنان ومع انه يتعرض على كل مؤسسات الدوله واولهم تمام اخذوا رد. هذا وزاره الطاقه نعملها هنيك، اللي عنده يلي عنده خشيه من شيء ما بيفتكر بيجي بجيب الدب على كرمه مثل ما بيقولوا. هل هالعقوبات راح تلين ذراع الوزير باسيل وتلينه سياسيا؟ لو بدها تلينه كانت لينته قبل، كان عارف شو جاي وعارف شو الإغراءات اللي معطته. إلى ذلك أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر رفضها التام للعقوبات الأمريكية على النائب باسيل، واعتبرتها افتراء واضحا واستخداما لقانون أمريكي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعته وخياراته الوطنية. ودعت الهيئة السياسية الإدارة الأمريكية إلى العودة عن قرارها وحاضة إياها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر هذا القرار. وقالت الهيئة السياسية في التيار إن صداقتنا مع الشعب الأمريكي والأواصر التي تربطنا ثقافيا وفكريا وقيميا تحتم على مسؤوليه احترام سيادة اللبنانيين على أرضهم ودعمهم في مشروع بناء الدولة، والذي يحتل التيار الوطني الحر ورئيسه موقع الريادة فيه. وختمت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بيانها بالقول إن التيار سوف يظل متمسكا بمبادئه حرا في قراراته سيدا على أرضه، لا يأخذ التعليمات من أحد لا داخليا ولا خارجيا، يختار الوحدة الوطنية على أرضاء الخارج ويقف إلى جانب أي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه، ويضحي بكل ما لديه من أجل حرية وسيادة واستقلال لبنان ومن أجل بناء الدولة فيه. وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره. التدقيق الجنائي صامد، والرئيس عون هو الوحيد الذي يحمل هذه الراية ويناضل في سبيل تحقيقها، وذلك لوضع مالية الدولة على السكة الصحيحة ولوضع أساس مكافحة الفساد. ارتفع منسوب الأمل لدى اللبنانيين الذين يرغبون بمعرفة أين تبخرت أموالهم ومن المسؤول عن الخسائر والهدر في الدولة اللبنانية منذ عقود من الزمن، بعد تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعا تقرر فيه تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة ألفاريز ومارسل 3 أشهر إضافية على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد. تدقيق جنائي بحسابات مصرف لبنان ها
هذا الموضوع كنا بنعرف انه اول من نادى فيه هو فخامة الرئيس من اكثر من 10 سنوات، لانه هذا موضوع اساسي للوقوف على حقيقة ما جرى وما يجري بمصرف لبنان، خصوصا بعد الأزمة المالية والاقتصادية اللي وصلنا لها اليوم. ونحن بنعرف انه هذا الموضوع له تداعيات اساسية على صندوق النقد الدولي، لانه نحن بنعرف هو الباب الاساسي للحصول على اموال للنهوض بالحالة الاقتصادية. ومن شروط صندوق النقد الدولي هو الوقوف على الارقام الصحيحة لمصرف لبنان، وهذا الموضوع ما بيصير الا بتدقيق تشريحي لميزانية مصرف لبنان. الافرقاء اللبنانيون جميعا يلفظون من قاموس ماذا تدقيق ويحاربونه، في حين يحمل الرئيس عون هذه الراية وهو مصر عليها. كل الفرقاء يبدو انه مش ماشيين فيه، ما في غير فخامة الرئيس هو اللي ماشي فيه. ونحن بنعرف انه باصرار من فخامة رئيس الجمهورية بجلسة مجلس الوزراء بأذار الماضي، أقر مجلس الوزراء على تدقيق الفورنسيك أوديت لحسابات مصرف لبنان، وكان معه شهر الشركة اللي بتعمل تدقيق لتحضير تقريره وأعطاء تقريره لوزارة المالية، ولكن وللأسف صار في مماطلة بالموضوع. وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش الذي كان من أوائل الذين أضاءوا على ما اعتبره أخطاء في مصرف لبنان علق في هذا الإطار عبر الأو تي في. إذا ارتكبت جريمة بالمطلق بروح حقق وبعدين بشوف المواد القانونية. أي واحد اثنين، مصرف لبنان منه دولة لحاله ولا دويلة ولا جزيرة، هو من القانون العام ويخضع لإشراف الدولة اللبنانية والحكومة. ما بيقدر يوزع مصاري على ذوقه لا بالليرة اللبناني ولا بالدولار. وإذا فعلا منه موزع خلينا نعرف. وبدي أوضح شيء تاني كمان، إنه هال 54 مليار دولار هودي غير الدين العام للحكومة. وليه مسموح الأوديت العادي الدوري، والفرنساوي بيسموه أوديت كونتابل والأوديت جوري كونتابل، التدقيق المحاسبي المركز أي الجنائي ممنوع. ليه السرية المصرفية ما بتسقط وقت اللي بيكون فيه مدققي حسابات العاديين الدوريين ديلويت وإرنست أند يونغ، اللي بالمناسبة دائما كانوا عم بيحطوا تحفظات، بالإنجليزي بيسموها disclaimer of opinion، تحفظات يعني ما عندهم ثقة بالأرقام. هذا وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أكد في تصريحه عقب الاجتماع في بعبدة أنه فيما يتعلق بموضوع السرية المصرفية يمكن الاستناد إلى مواضيع عدة كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المال تقدمت بطلب إليها من أجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل أمرا مساعدا. كما أن التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع، والمصرف وضع فريقا من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. القاضي صوان يضع النقاط على حروف قضية انفجار المرفأ. أكد المحقق العدلي فادي صوان في بيان على أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يتم بالسرعة الممكنة، إنما دون تسرع، مع ما يتطلبه من دقة وتأن بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال واردا فيها حتى استكمال كامل التحقيقات، ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية التي تم تنظيم استنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأمريكية والفرنسية والبريطانية. وأوضح صوان أيضا أنه يتابع عمله وفقا للآتي: متابعة التحقيقات في مسار الباخرة روسوس من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها وهوية مالك المواد التي كانت محملة عليها. وقد أفضت التحقيقات التي جرت في هذا الإطار لغاية تاريخه إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من الأشخاص. أيضا جرى سماع 26 مدعيا شخصيا تقدم بطلبات انضمام إلى دعوى الحق العام التي حركها ادعاء نيابة العامة التمييزية، كما تم تسليم حوالي 681 شكوى من قبل نقابة المحامين في بيروت اتخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادعاء الشخصي تبعا للدعوى العامة، وسيصار إلى سماع كل من هؤلاء أو وكلائهم وفقا للأصول. جرى توقيف 3 مدة عليهم بالصورة الغيابية، إضافة إلى الموقفين وجاهيا في الملف، وعددهم
25، كما أن عدد الشهود المستمع إليهم بلغ لغاية تاريخه 51 شاهدا. إلى ذلك تم إيداع التقارير الفنية والمخبرية المنظمة محليا، كما أرسل المحقق العدلي كتبا تأكيدية إلى السفارات الفرنسية والأمريكية والبريطانية لحثها على إيداعه التقارير المطلوبة بأسرع وقت ممكن. وقد وصله بتاريخ 12/10/2020 التقرير الفني المخبري النهائي المنظم من قبل وكالة FBI. هذا وجرى عقد اجتماع بتاريخ 5/11/2020 بين المحقق العدلي ومساعد الملحق العسكري في السفارة البريطانية في لبنان، الذي أبلغه شفهيا أن وكالة سكوتلاند يارد لن تتمكن من الإجابة على الاستنابة اللبنانية قبل أسابيع عدة. كما عقد اجتماع أيضا مع السفير البريطاني بهدف الإسراع في تنفيذ الاستنابة اللبنانية. ويضيف صوان في بيانه: لم يتم لغاية تاريخه ورود أي جواب بالنسبة للاستنابة اللبنانية الصادرة إلى الجهة الفرنسية، وقد جرى التداول هاتفيا في هذا الإطار مع القاضيين الفرنسيين المولجين بالتحقيق الجنائي الفرنسي بالموضوع، واتفق على ضرورة ورود الجواب الفرنسي على الاستنابة اللبنانية بأسرع وقت ممكن. هذا ويجدد المحقق العدلي التأكيد على مواظبته القيام بعمله بكل تجرد ومهنية للوصول إلى إنجاز التحقيقات التي باشرها وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين، علما أن كل التحقيقات والإجراءات والأعمال التي يقوم بها تصب في سبيل تحقيق هذا الهدف. كورونا يتفشى، ونقيب الصيادلة يحذر بانتظار ما سيخرج من قرارات قد تعيد البلاد إلى الإغلاق. وفي هذه الأثناء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ينتظر تقريرا مفصلا من وزير الصحة حول الواقع الوبائي والاستشفائي ليبني عليه ومستشاريه الطبيين قرارا يراه مناسبا. ارتفاع مستمر في الإصابات بوباء الكورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، وبطبيعة الحال قبل التوجه إلى المستشفى المواطنون يلجؤون إلى الصيدليات التي تقدم الإرشادات الطبية الأولية بالإضافة إلى الأدوية اللازمة. ففي الأونة الأخيرة لاحظت صيادلة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، ما دفع بالنقيب الدكتور غسان الأمين إلى إطلاق بيان تحذيري، إما الالتزام بالإجراءات أو الإغلاق التام. لاحظنا شغلتين، أول شيء ازدياد عدد الناس اللي صارت عم تيجي على الصيدلية تقول في عندي عوارض أو قريبين اللي عندها عوارض. اثنين، في عنا ازدياد بعدد صيادلة المصابين كمان بنفس الوقت بحدود 12-13 صيدلي. ثلاثة، عداد كورونا اللي عم يعلن عنه وزارة الصحة كمان عم نشوفه بالزياد مستمر. مش كتير نحن ميلين تسكر البلد، ولكن نحن منقول إذا كانت الدولة عاجزة عن تطبيق القرارات بالقواعد العامة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، واللي أنا من مشاهداتي الشخصية 80% من اللبنانيين مش عم يطبقوها، هيدا يا بدنا نطبقها ومش موضوع زبط. مفرد اللي بيغلط يتوقف 24 ساعة على القليلة لحتى الناس تطبق. إذا ما قادرين وعاجزين عن هالتطبيق المفروض نروح للإقفال، ولا منكون نحن عم نختار الانتحار الجماعي. يعني أزمة فقدان الأدوية المزمنة والشح في البعض الآخر منها إلى تراجع تدريجي بعد مكافحة التهريب والتخزين كما يؤكد نقيب الصيادلة، إلا أن نهاية هذه الأزمة هي متعلقة بتشكيل الحكومة وما سينتج عنها من استقرار اقتصادي ونقدي. لا، أول شيء بالنسبة للجنريك أنا بحب أقول للمواطن، يعني الجنريك نفسه هو البراند، ما في فرق، نفس المفعول، ولكن السياسة الدوائية بلبنان والدعاية الدوائية والصرف هو اللي حط المفهوم الغلط عند الناس. الأزمة خفت حدتها أقل لأنه بالإجراءات اللي أخذتها وزارة الصحة بتعقب الأدوية لمنع التهريب وبنفس الوقت منع التخزين خفت الأزمة، ولكن بعد في أدوية مقطوعة، في أدوية فيها شح قليلة مش بس مثل الأول، ابتدت الأدوية توصل على لبنان. مصرف لبنان كان شوي مبطئ، يعني زادت المنسوب استيراد الدواء، وبتصور يعني رايحين لانفراج، بس بالآخر نحن دائما مهددين بلبنان. يعني إذا ما بده يصير في حكومة، ما بده يصير في استقرار سياسي، ما بده ينعكس على سعر الدولار، هيدي الأزمة متوقع تصير بأي وقت. ويوضح نقيب الصيادلة أن مصر هي من أكثر البلدان التي يتم تهريب الدواء إليها. العمليات التهريب هي عم تكون للعراق ولمصر ولليبيا، بس أكثر شيء هلأ بالوقت الحاضر لمصر. مصر لأنه اليوم الدواء بلبنان أرخص دواء بالعالم، يعني مصر
رغم كل الرخص اللي فيها. نحن صار دواء بلبنان أرخص من مصر. سوريا ما عم بصير في تهديد على سوريا؟ لا، لأنه سوريا عندهم أدوية أكتر من لبنان. سوريا عندهم اكتفاء ذاتي، الهندي والروسي والإيراني والصيني، يعني عندهم أنا حسب معلوماتي بيعطونا دواء إذا بدنا. وفي الإطار نفسه أكد نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين أن الشحف الأدوية التي تصنع في لبنان هي بسبب عدم قدرة الشركات استيراد المواد الأولية بالوتيرة نفسها التي كانت تستورد بها، مشددا أن الأزمة واقعة على القطاعات كافة تماما كما على قطاع الصيدلة. أزمة طوابع تطفو على وجه الأزمات الداخلية في لبنان، وبات تأمينها يتطلب اللجوء إلى السوق السوداء لتسيير المعاملات، فهل من حل قريب؟ التفاصيل في تقرير للزميلة جينيفر مزرعاني. لا طوابع متوفرة، هذه هي الحال منذ أسابيع. فئات عديدة من الطوابع المالية التي تؤمنها وزارة المال مقطوعة من الأسواق، والدولة تخسر ملايين الدولارات. عم تلاقوا طوابع بالسوق؟ لا ما عم نلاقي. لا طوابع مقطوعة بلا فترة. اجمالا صار لها تقريبا اكثر من سنة، يعني سنة سنة وشهر تقريبا ما في طوابع. فئة 250 والمية هول بالمرة. عن جديد من أكثر من شيء 5 أشهر الفئة 1000 حتى ما فيه. طبعا 5 ل10 كله صار هلا مقطوع حاليا. صارنا 6-7 أشهر بيجوا كميات قليلة، بس بالمبدأ يعني مش عم نقدر نلبي السوق. آلاف المعاملات متوقفة، والمعاناة التي يواجهها المحامون والقضاة والمواطنون نفسها. في الحالات الاضطرارية يلجأ بعضهم إلى السوق السوداء لشراء طوابع بأسعار أعلى. عم نعاني من أزمة وجود هالطوابع وفقدانها. لبل بقول لك أكثر من هيك، صار في سوق سوداء، يعني عم يضطر المحامي بكسور العدل يا أما يشوف له شي واحد لاطي برا أو شي بشي ضروبة يشتريهم على أسعار أعلى. تشتري الطابع فواترو إذا حقه 1000 عم تشتريه ب3000. في قصور العدل تستعمل 3 أنواع طوابع: الطابع القضائي، طابع المحاماة، والطابع الأميري. المفقود حاليا هو الطابع الأميري. ما السبب؟ وإن لم يتوفر ما البديل؟ الأميري أكثر استخداما، يعني بنستخدمها أكثر. مثلا تعطيكي مثل، إذا أنا بدي أقدم لائحة جوابية بدعوة معينة، أنا علي أني حط طابع أوضات اللي هني طابعين 2000 ليرة، طابعين أميري، طابع محامي، وعلى توقيعي طابع أميري على المستندات أميري. دايما الأميري أكتر. أوقات إذا كانت رسم الطابع يتخطى مبلغ معين بطبيعة الحال بده ينعمل اقتطاع إيصال وبيندفع على الصندوق. بس إذا كانت قيمته قليلة ومش موجود الطابع وأنت مضطرة تقدم هالمعاملة، طيب عم بيقطع لك إيصال أحيانا، هالإيصال عم يكلف الدولة. الطابع هو ضريبة غير مباشرة، تؤمن الطوابع 445 مليار ليرة سنوياً للدولة اللبنانية، وتوفر الطوابع الأميرية وحدها 110 مليار ليرة، فقدانها يعني خسارة الدولة مليارات. وإذا كان حل أزمة فقدان الطوابع يقوم على طباعتها فالفرج قريب. بحسب آخر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال، سيجري تأمين 20 مليون طابع من كافة الفئات عبر طباعتها لدى مطابع الجيش، لكن العبرة تبقى بتوزيعها والحرص على عدم احتكارها. وقبل المتابعة في سياق النشرة نشير إلى أن عدد كورونا سجل في الساعات 24 الماضية 1769 إصابة جديدة و13 حالة وفاة. فاصل إعلاني ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. على ما استندت المنظمات الدولية لتحذير من مجاعة قد تضرب لبنان؟ ارتفاع سعر صرف الدولار غير المسبوق والأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان واقع بات اللبنانيون يتعايشون معه بشكل أو بآخر، لكن الخبر الصادم أن الفاو وبرنامج الأغذية العالمي وضع لبنان ضمن البلدان المهددة بشدة بالجوع الحاد. وبحسب التقرير الصادر عن الجهات الدولية فإن لبنان تم تصنيفه بين 20 دولة معرضة لمزيد من خطر تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي. وبحسب التقرير فإن المجاعة هي أخطر 5 مراحل يستخدمه نظام التصنيف المرحلي المتكامل لرسم الدرجات المتصاعدة لانعدام الأمن الغذائي. ويشرح المختص في شؤون التنمية الصحفي شادي نشابي على ماذا استندت الجهات الدولية لتصنيف لبنان. تصنيف لبنان من قبل منظمة الأغذية العالمية
بأنه مهدد بالجوع الحاد بياخذ بعين الاعتبار معايير مختلفة، منها موضوع البطالة في لبنان على سبيل المثال، أنه هناك بعض الأرقام تتحدث عن أنه 65% ممكن من الشعب اللبناني يكون عاطل عن العمل. بتاخذ بعين الاعتبار الفقر في لبنان، حيث منظمة الأسكوا ذكرت أنه حوالي 60% من الشعب اللبناني ممكن أن يصل دون خط الفقر. بتاخذ بعين الاعتبار تصنيف لبنان الائتماني، حيث صنف سي بالمرحلة الماضية. بتاخذ بعين الاعتبار عدم دفع اليوروبوند. بتاخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي في لبنان. فلذلك هذا التصنيف ما فينا نقول عنه أنه نحن مقبلون إلى الجوع الحاد، ولكن إذا لم تأخذ السلطة في لبنان، السلطة السياسية في لبنان، مسار الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع المجتمع الدولي والعربي وكافة المجتمعات، ممكن أن نصل إلى تلك المرحلة. ويرى الخبراء أن لبنان يمكنه الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة ضمن مياهه الإقليمية كالنفط والغاز، وبذلك يتخطى أزمته الاقتصادية. يضاف إلى ذلك أهمية الاستقرار السياسي لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاستثمار. على صعيد آخر، شيع الجيش اللبناني الجندي عبد الرحمن خالد وردة من بلدة الدورة عكار الذي استشهد ليل أمس في جرود بلدة عرسال على أحدى المعابر، حيث أطلق مسلحون النار على عناصر الحاجز ما أدى لاستشهاده، ونقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وشيع من أمام المستشفى بحضور ممثل عن وزير الدفاع وقائد الجيش العميد خالد زيدان، وأدت له ثلة من رفاق السلاح التحية، وقلد وسام الاستحقاق ونقل إلى بلدته في عكار. فاصل قصير ونتابع بعده النشرة. والختام مع صفحة الأحوال الجوية. مساء الخير. طقس متقلب نسبيا عم بيسيطر على أجواءنا للأيام اللي جاية. لبكره جونا غائم جزئيا صباحا، بيتحول إلى غائم كليا بعد الظهر، وبيكون ممطر بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات. أما درجات الحرارة فرح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع عكار، و21 درجة، 26 بطرابلس، 27 بالعاصمة بيروت وأيضا بصور. ننتقل لبعلبك مع 23 درجة، 22 باللقلوق، 22 بزحلة و21 بجزين. نسبة الرطوبة عم بتسجل أقصاها على سواحل 70%، رياح اتجاهها شمال الشرقي وعم تسجل سرعتها 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة مثل ما عم نلاحظ على السواحل ارتفاع بدرجات الحرارة ل 27 درجة، وجونا عم بيكون غائم جزئيا خلال النهار، بيتحول إلى غائم اعتبارا من بعد الظهر. لنهار التنين جونا رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ل 26 درجة، وبرجع بيتقلب جونا اعتبارا من الثلاثة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع 24 درجة للثلاثة، وانخفاض أيضا إضافي لنهار الأربعاء ل 23 درجة وجونا ممطر. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير.